تمام. اذا انا اللي عندي الان هون امامي عندي هاي البلانت، واذا بدك سميها بلانت ما تسحي ما في مشكله، تقدر تحط عليها تسميها بلانت، ما تقدر تسميها ترانسفير فانكشن. اذا هذه هون البلانت، بلانت يعني شيء انا متحكم فيه. وبعدين هاي اذا بدك كمان تسميها شوف عظمه السيميلينك، هذا سميها بروبورشنال كنترول تمام. والسنسر هون، واذا بدك تحط سنسر واعطيه بلوك واحد على اساس تفهم انه هذا هو اتش او اس اذا بدك. اه فاهم فاهمين؟ السنسر قد ايش هون الترانسفير فانكشن تبعته؟ واحد. مش هيك؟ ما فيش فيه داينامكس، ما في سيستم داينامكس. وانا هون عمالي بقول انه البلانت هاي انا بدي اتحكم في الاوتبوت تبعها، بدي اتاكد انه الاوتبوت يضل هو نفس القيمه اللي طلبتها هون. اجيت الصبح عند هذا شو عملت؟ شغلت السيستم، لما شغلت السيستم شو كان دخلت عليه؟ ستيف. فكانت مثلا درجه الحراره او السرعه او البريشر او التمبريتشر كانت مثلا عند روم تمبريتشر او زيرو، وبعدين انا طلعت هون وتحركت عند النقطه هاي، شو بدي الاوتبوت هذا اللي بده يتحرك؟ باتجاه حتى احسن الريسبونس تبع هذا السيستم. شو عملت؟ ركبت كنترول وعملت كلوز لوب فيدباك. السنسر تبعي افترضت انه الترانسفير فانكشن تبعته واحد، يعني ما فيش في سيستم داينامكس ما بضيف. اذا شو البول اللي عندي هون؟ ايش عندي بول هون بالسيستم؟ واحد. ايوه واحد، مش هيك؟ ما فيش. هلا هذا البول راح يبدا يتحرك معي هون بالروت لوكس على الريل اكسس، راح يكون هناك بزياده الكنترولر. كل ما زدت الجين تبع الكنترولر راح الاقي انه ستيدي ستيت ايرور بتغير. وستيدي ستيت ايرور بتعرف انتم تطلعوه بالفاينل فاليو ثيوري، مضبوط؟ خلينا نشوف يا عبد الرحمن ابو عيد خليك معي الله يخليك اذا سمحت. بنطلع هلا هون شو صار عندنا؟ هلا هون اذا بتطلع الخط الاصفر شو هو؟ هذا السيت بوينت، هذا اللي صاحب المصنع بده اياه، بده درجه الحراره او السيت فاليو يوصل للقيمه هاي، مضبوط؟ وهذا ايش؟ هذا الاوت ريسبونس. اذا الريسبونس في عندي هون ستيدي ستيت ايرور، واضح في مشكله هذا ستيدي ستيت ايرور، مضبوط؟ ايش كمان عندي؟ هاي سبيد اوف ريسبونس، هون بقدرش اعرف رايز تايم وهيك لانه هذا السيستم فيرست اوردر، بس واضح انه عم باله باخذ وقت حتى يوصل. لو بدي احسن هذول الاثنين شو بعمل الان؟ بزيد كي، فبزيد الكنترولر، فمثلا بدل ما كانت خمسه بعملها 10، انا بس حاطط هون كي كنترولر مش حاطط. فبلاحظ انه السيستم طبعا يتحسن من هون، تحسن ادائه وبده يظهر ستيدي ستيت ايرور، تمام؟ خليني اعمل هذا هلا سكند اوفر السيستم. فراح اغير هذا السيستم الان، البلانت صار مثلا خليها اندر جراوند، وراح احطها مثلا تكون عشرة، وراح احط هذه هون 10 عشان ستيدي ستيت جين تكون واحد. خلينا نطلع هاي البلانت، هلا هاي البلانت صارت اعقد شوي. وخلينا رح انزل الجين تبع الكنترولر هلا، راح اعدي الخمسة. ايش صار عندي هذا؟ واضح كل اللي كنا نحكي عنه بالهذا، طبعا هو هذا سكند اوردر سيستم. ايش عدد البولز اللي فيه الاصليات؟ 2 بولز. واضح انه السيستم هلا اندر دامب. ما بعرفش احنا ما بدينا كان اندر دامب، كان اندر دامب، بس كان ممكن ابدا يكون اوفر دامب ومع الفيدباك يتحرك البولز يصير سيستم اندر دامب. هلا هاي شكل الويف فورم انا مش عاجبني، ليش هيك شكلها؟ لانه السامبلينج تايم قليل، راح احسن السامبلينج تايم عشان يطلع شكلها احسن شوي، راح احطه اي تو ذا ماينس 4 1 او اظن اي تو ذا ماينس 4 مضبوط. مضبوط راح يطلع تصير. هيك شكله احسن. ها شو اللي عملته؟ غيرت السامبلينج تايم في الاوسيلوسكوب بس، ما غيرت السيجنال نفسها الاصليه. طيب شو هلا المشكله عندي هون بالسيستم هذا؟ عندي اوفر شوت، وطبعا عندي سكند تايم، وايش كمان عندي هناك؟ عندي ستيدي ستيت ايرور. طيب بقدر ازيد كي واخفف ستيدي ستيت ايرور بس ازيد الاوفر شوت، بس يصير عندي الاوفر شوت. المشكله التقليديه اللي دائما كنا نحكي عنها، شو كيف بحل المشكله هاي؟ بدخل اي بعمل بي اي كنترولر، اوكي؟ طيب خلينا هون
خليني هلا اتساهل بالاوفر شوت بس عشان افرجيكم الفكره. ما حطيتش اي انا هلا بس حطيت بي اي. زاد طبعا الاوفر شوت خف شوي ستدي ستيت. هلا شوفوا ايش بصير بعد فتره لما يوصل السيتلينج تايم. رح ادخل هلا هون رح ادخل ديستربنس. ناخذ هذا وراح نعتبره انه اديتيف ديستربنس. هي انا ضفت هون ديستربنس راح اعمله اديتيف راح اخلي مش شرط يعني الديستربنس ممكن يكون بوزيتيف ممكن يكون نيجاتيف الاثنين سيئين. هاي عندي هون ديستربنس راح اعمل الديستربنس هذا ستيب وستيب هاي راح اخليها تدخل على زمن مثلا 7 ثواني او 6 ثواني على زمن 6 ثواني راح تتغير من 0 وخلينا نفترض انها بتروح ل 0.5. والله اذا هذا ديستربنس هذا شيء تغير في البروسيس راح يصير في لحظه معينه في مشكله يعني في شيء جديد دخل على البروسيس سحبت مثلا منه او زاد عليه الضغط او تغير واحد من البارامترز تبع البروسيس. ايش اللي صار عندنا؟ انه هاي مش واصل مضبوط. مش واصل. لسه مش واصل. لسه مش واصل. ليش انا حاشر حالي هيك؟ امسح السهم اول شيء. في سهم شو هذا السهم؟ في سهم هون. ايش الاخبار؟ في سهم شايف يا فندم كله هذا عقل صبر. ما عارف شو هذا الخط ليش لا لا مش هي هذا خلينا نشوف هاي نشوف هاي بس خطوط وهميه. طيب هاي المفروض هلا هيك يشتغل عندي هلا بس راح الفيدباك لازم نشوف الفيدباك. احنا عاملين ايش؟ الترانسفير فانكشن مش عاملين احنا ويلكم. يعني هي بس قصدي لما هذا الترانسفير فانكشن تبع البلان لما يكون اوبن لوب مش راح يكون 10 على السكوير زائد اس من 10 لا. هلا هذا اوبن لوب مضبوط هيك هيك وضعه مضبوط 10 على 10 اس يعني انا بس هون حاطط انا ليش حطيت 10 على 10 هاي ال 10 مش الكي مش الكي كنترولر انا عمالي بقول ان البلانت هاي اذا دخلت لها فاليو بعد ستيدي ستيت بعد فتره طويله بطلع نفس الفاليو ما بطلع مصغر او مكبر بس عشان بخلي ستيدي ستيت جين تبع هاي البروسيس واحد بس هلا هي ما بتاثر كثير يعني ما بتاثرش كثير بس انا بفضل دائما لما نعمل ناخذ بلانت انه اللي بدخله من هون بيطلع معي بعد ستيدي ستيت مش ستيدي ستيت هدول كانه اثرهم بيختفي بيطلعها 10 على 10 ال 10 هاي ما لهاش علاقه في الكيل يعني هاي ال 10 بس هون مصادفه انه اجت 10 و10 هاي بغيرها زي ما بدي بس هذيك ال 10 موجوده في البلانت ثابته في البلانت من النص. خلينا نعمل ران ونشوف ايش اثر الديستربنس هذا. هل عندي السيستم الاصلي موجود هون ايش اللي صار ولا ليش معي مش فاكر فوق هيك نص ستة وينه؟ عندك النص جاب ان 6 عند رقم 6 تحت ان 6 ايش عم بيصير؟ هون هون صار تغير بس مش واضح كثير هو لانه ما عملش سيتنج. خليني ازيد الزمن نعمل هذه 20 وراح نزيد ستيب تايم نخليها مثلا 15. هلا هون واحد واضحه واضحه تماما طلع هلا هي ايش صار؟ هي هون السيستم تقريبا عمل سيتلينج هلا هو في مشاكل انا ما بقول هذا السيستم ممتاز بده حل بالكنترول لانه ايش في هون؟
الاستهلاك او السيتلينج تايم كان طويل وفي مشاكل بالاوفر شوت، في مشاكل كثيره. بس بغض النظر هي احنا هون هيد السيستم عندي، شو صار هون عند النقطه هاي؟ دخل صار في ديستربنس. وخليني اشوف حتى كمان افرجيكم الديستربنس بشكل احسن، راح اعملها نيجاتيف سبتراكتيف. ايش صار هلا هون؟ هلا صار الديستربنس خرب ال، وبعدين ايش اخذ فتره السيستم حتى ايش عمل؟ حتى لغى الاثر تبعه. كيف الستيت ستيت؟ نعم ذات ستيت ستيت رح يكبر معي ستيت ستيت. هو يمكن الاحسن هون بالحاله هاي، هذا المثال اللي انا حطيته مش كويس. كان الاحسن شو نعمل؟ نصمم سيستم ونظبطه ونعمل له بي اي او بي اي تي كنترولر ونخلص كل شيء وبعدين ندخل عليه ديستربنس. هذا السيستم اداؤه مش يعني سيء، لانه احنا بس حطينا بروبورشن كنترول. واضح هون بروبورشن كنترول الاصول تبعنا بالحاله هاي ماشي؟ واضح هيك بجاوب على الديستربنس؟